الاهلي كمان السنه دي ما تتفوتش يعني، ممتعه يعني على فكره، فيها يعني متعه على فكره. بتقدم بتشوف كوره صحيح، عينك على كجمهور عينك بص على اللقب وعلى البطوله، لكن في نفس الوقت انت ال 90 عايز دقيقه بتوع تستمتع. الاهلي لما انت الاهلي هيغيب 12 يوم الناس متضايقه، هو احنا هنقعد 12 يوم نستنى لما الاهلي يرجع يلعب مره تانية؟ فالحاله دي في نفسها معناها انه الناس مش بس النتائج والبطولات لكن كمان لا كوره الاهلي. لا، بالمناسبه على فكره يا احمد، يعني من النادر ان انا كنت مع الاهلي كنت الاقي اللمسه الابداعيه. انا حاسس ان مارسيل كولر مدي للعيبه مساحه واسعه قوي من الابداع من النادر يعني والارتجاليه. ايه؟ من النادر، من لا النادر، اقول لك، النادر من النادر مؤخرا ولا من النادر لا مؤخرا، مؤخرا؟ لا انا في العموم الجيل الذهبي كان فيه متعه وكعوب هو كل اجيال الاهلي كان فيها لا انا بتكلم على الفتره الاخيره مع نفس الجيل ده. ايوه من النادر ان انت كنت تلاقي اللعيب عنده مساحه من الحريه انه يبدع، ان هو يطلع اللي عنده كله، ان هو يدي لك لقطه جماليه، ان يدي لك كعب، ان يدي لك كره مثلا بيفوتها السرو بول، في مساحه كبيره ان انت ترسك في كل حاجه، في باص، في مراوغه، في كل حاجه. ده كولر يا عايدي بيتهيألي، يعني دي بصمة كولر طبعا، مع الأهلي، طبعا. يعني الألقاب لو بنتكلم على الجيل ده تحديدا، الألقاب ما غابتش أبدا، الجيل ده وصل 4 نهائي دوري أبطال، صحيح. لعب في 3 نسخ كأس عالم، جايب 2 سوبر أفريقي، جايب دوري وجايب كأس، جايب شوية بطولات كده جنبهم، لكن في النهاية مع كولر الجيل ده غير. طبعا بصراحه مستر كولر من ساعه ما تولى المسؤوليه واحنا شايفين النتائج ما شاء الله، سكورات كتير مع الاداء والبطولات، فهو راجل حقق المعادله الصعبه ان انا بكسب سكورات، باخد بطولات، اي بطوله بنخش فيها مع الراجل لحد دلوقتي ما شاء الله بناخدها، مع كمان الاداء الممتع في الملعب، انت بقيت قاعد مش عايز تسيب ولا دقيقه في الماتش الا ما تتفرج عليها وتتفرج ازاي اللعيبه بتتحرك، ازاي في حريه للعيبه انها تبدع في التلت الاخير، اللي شايف تحركات اللعيبه، الكور الثابته، المهارات اللي بقت موجوده، تطور الاداء الفردي لكل اللعيبه الموجوده في الفرقه السنه اللي فاتت وبرده احنا شايفين السنه دي، فاكيد طبعا مستر كولر من اول يوم حط فيه رجله جوه النادي واحنا شايفين تطور كبير جدا على مستوى الاداء طبعا بجانب النتائج والبطولات يعني. طيب الاهلي ظهر في 3 بطولات مختلفه. صحيح. ظهر في كام على الموسم، بطولات الموسم ده، في دوري ابطال افريقيا، ظهر في الدوري المصري، ظهر في بطوله الكاس كل ماتشاته العلامه الكامله. وزي ما كنت بقول في البدايه دي الفتره اللي تقدر تقيس عليها شكل ومستوى النادي الاهلي قبل ما تروح لضرب النار. عندك الثمانيه الكبار في السوبر ليج، عندك ابطال قارات في بطوله كاس عالم انديه، وعندك دور المجموعات في افريقيا اللي ان شاء الله باذن الله الاهلي بيحاول يحقق لقب 12 فيها، فخلاص خلصنا مرحله التمهيديه وداخلين في الجد. اهم الايجابيات اللي ظهرت على الاهلي من وجهه نظر حماده ومن وجهه نظر عايدي في الاربع ماتشات دول، والحاجات اللي لسه ممكن تكون بالنسبه للجمهور الاهلي مصدر قلق او محتاجين نشتغل عليها بشكل كبير بحيث انك انت تبقى جاهز لبدايه مشوار مع سيما. اول حاجه ايجابيه بالنسبه لي يعني هي وفرت الفرص والغزاره التهديفيه. انت بتتكلم على سكورات في كل الماتشات ما عدا اول ماتش، دي حاجه تطمن. وبالمناسبه بعيد عن المهاجم اللي احنا كنا بننادي بيه، يعني كل الناس اللي بتسجل هي بتسجل اجنحه ومركز 8، كل الناس بتسجل فالعدد كبير، ده يدي لك طمأنينة ان الفريق شغال وعنده حلول كتير وبيوزع من كذا مكان، بمعنى ان انت بتصنع من الجبهه الشمال ومن الجبهه اليمين ومن العمق، يعني شفت امام بيصنع من العمق، شفت كوكا بيصنع من العمق، شفت حسين الشحات بيصنع وبيسجل، شفت تاو بيصنع ويسجل من اماكن مختلفه، ففي بالانس من القوه التهديفيه وقوه صناعه الفرص. مفيش ناحيه مايله. لا مفيش ناحيه مايله، لان يعني في سنين سابقه في سنين سابقه برضو مع نفس الجيل ده كفه معلول دايما كانت طبه، يعني معلول كان دايما كل الخطوره، وكنا دايما بنقول ان معلول هو 60% من قوه النادي الاهلي. لما تيجي تتكلم دلوقتي لا انت ما تقدرش تقول على معلول 60%، لا انت تقدر توزع النسبه بتاعت القوه في النادي الاهلي الهجوميه على ناس كتير. الحاجه الايجابيه الثانيه هي وفره اللعيبه السوبر وكلهم في حاله بدنيه وجاهزيه وتنافسيه حلوه قوي لمصلحه النادي الاهلي. تمام. تتكلم على مستوى الاجانب، كل الاجانب الموجودين كلهم مميزين، كلهم بلا استثناء. بما فيهم مودست. مودست مميز ومحتاج وقت عشان يبقى سوبر ويجيب كل اللي عنده. انا عايز اقف مع مودست لان هو بالنسبه لجمهور النادي الاهلي لسه علامه استفهام شويه، الناس كانت مستنيه من دي 1 يكسر الدنيا، بس انا هاجي لقصه الاسماء دي لان في اسماء كتير مش بس مودست عايز اقف معاه. اسماء لفتت الانظار بشده، اسماء اثبتت جداره ما كانش حد متوقع انها حتى يكون ليها الدور ده من بدايه الموسم، كنا ممكن نتوقع انه لما النجوم الكبار اللي في الحته دي ممكن يبقوا مصابين او مستنزفين او بعاد شويه عن مستواهم ممكن ياخدوا مساحه، لكن الحقيقه دخلوا وتالقوا من بدايه الموسم. بس خلينا نروح مع
الكونز بقى، الحاجات اللي ممكن تبقى محتاجة شغل زيادة، الحاجات اللي ممكن تبقى مقلقة قبل ما تروح لمستوى تاني من المنافسة عادي، هيكون بالتأكيد أصعب بكتير جدا من اللي انت خطه. انت لعبت مصري، اسماعيلي، امبي، سان جورج، دول الفرق اللي انت واجهتها مع كامل الاحترام والتقدير ليهم، يعني تختلف صحيح جملة وتفصيلا عن السوبر ليج وعن الكاس العالم. الملاحظه اللي احنا كنا شفناها الماتشات اللي فاتت ان الاهلي عنده تنوع في الاداء الهجومي، انا بسجل عن طريق لعيبه كتير بجمل مختلفه، في تحركات من غير كره موجوده بيعملها امام وبيعملها ديانج وحسين الشحات وبيرس توفي، بينهم تناغم كبير جدا. لكن الحته الدفاعيه احنا شفنا يمكن ماتش امبارح الاهلي والاسماعيلي في بعض المساحات شويه ظهرت في ظهر نص الملعب عندنا بسبب الضغط اللي احنا كنا بنطبقه في الشوط الاول، ويمكن المساحه دي اللي موجوده مثلا في ظهر كوكا، وكان ساعتها الخط امبارح اسوء تلت ساعه في السيزون الشوط الثاني بالظبط، يعني انت الساعه دي تقريبا ما كنتش موجود فيها في ملعب، فقدت الاستحواذ، فقدت صناعه الفرص، فقدت حتى القدره على الفرص دي. احمد امبارح الشناوي، بمناسبه الشناوي عمل ماتش جامد قوي، الشناوي امبارح علام، هو ده الشناوي يعني، امبارح ده الشناوي في كوره شالها في الدقيقه في اخر الشوط الاول، كانت خطا علي معلول وطلع عليه وانور قفل عليه الزاويه بشكل جميل جدا. كان ممكن سيناريو الماتش يتحول لو الجون ده دخل. فبصراحه الشناوي امبارح عمل ماتش كبير وكان مساهم ان السيناريو بتاع الماتش كبير جدا. طبعا فغير الشناوي بقى قصه الشناوي فرحان طبعا مش انا كان في اللي هو اللقطه الاولى اللي كانت ظاهره دي الفرصه الاولانيه اللي اول فرصه في الماتش بتاع التاو لا الاولانيه للاسماعيلي اللي هو النور في الدقيقه 40 تقريبا في الثانيه 40 مشكله ظهرت. يعني اتمنى برضو من مارسيل كولر ياخد باله لانها اتكررت في اكتر من مره، ان دايما المهاجم بيسحب عبد المنعم وياسر ابراهيم لمناطق لتحت قوي فبالتالي بيسيب مساحه وراه، فبتبقى فرصه ان اي حد يستغل المساحه دي. ويو النور بذكاء نزل لتحت شد مع ياسر ابراهيم ورجع تاني في نفس اللحظه عمل يوتير خد المساحه واكتشف لا المساحة. هو مش بس الهجمه الاولى دي واتكررت اكتر من مره، امبارح هجمات كتير جدا للاسماعيلي لو اللعيبه ما افتقدتش الدقه في اللمسه الاخيره كانت ممكن سهوله الوصول لمرمى الاهلي امبارح كانت نقطه واضحه جدا. ما هو السبب اللي قالك عايد ان في جاب كبيره قوي ما بين خط النص وخط الظهر، فبالتالي دي مساحه في حريه للاعيبه الاسماعيلي ان هم بيتحركوا، وفي نفس الوقت الاجنحه والمهاجم بتاع الاسماعيلي كانوا دايما بيشدوا لعيبه الاهلي لتحت عشان يفتحوا المساحات ويفتحوا جاب ما بين الخطوط بتاع النادي الاهلي، وبالتالي كان بيستغلوها وظهرت في الثانيه 40 واتكررت اكتر من مره في الشوط الاول في الشوط الثاني. في نقطه مهمه جدا امبارح كابتن ايهاب جلال عمل تركايه، يو انور لعيب جناح مش مهاجم، فهو حب يستغل السرعه بتاعته وحطه لعبه على ياسر ومنعم، ويمكن هو زي انت بتتكلم كده الكره اللي كانت في اول دقيقه في الماتش لما عبد الرحمن مجدي استلم الكره في ظهر نص الملعب ولعب السولو باص الطويل اللي لحقه عبد المنعم، هو اعتقد مستر كولر حط حسابه ان عبد المنعم لعيب سريع جدا وبيغطي له المساحات اللي موجوده. معلش بمناسبه هو عبد الرحمن مجدي راح المنتخب ولا ما خدوش؟ لا ما خدوش. فكنت هتشوف امبارح ان عبد الرحمن مجدي دايما بيخش يستلم لا نرجع الكره دي تاني بقى، كوكا ما يعديش كده، الاسيست بتاع كوكا ما يتخطفش كده. ايه كوكا امبارح؟ يعني كوكا قبل كده تمام ماشي، لكن كوكا امبارح انا شفت له دور في الملعب مهم، يمكن ناس كتير ما تاخدش بالها جبار لكن دوره في الملعب امبارح كوكا لازم ياخد حقه. الدور الدفاعي انا بالنسبه لي الدور الدفاعي اللي عمله كوكا امبارح اهم بكتير قوي من الاسيست الجميل الرائع العظيم. لا اللونج باسز بتاعته كمان فيها دقه وفيها سنس عالي جدا، الكره دي ملعوبه بين قلبين الدفاع. بص حسين قطع ازاي من بين السيرد باك والباك عشان يوصل للجول، الكره دي ما يلعبهاش في لعيبه في الملعب يعني ما بتشوفش غير 3 4 متر قدامها، وفي لعيبه تانية بعينيها كشف الملعب كله، المساحه اللي بين كوكا وبين الشحات لعيبه كتيره جدا ما تقدرش تشوف الشحات من الحته دي ولا تشوف تحركه ولا تحط له الكره بالدقه دي في الحته دي ارضي كوكا مش عاليه كوكا لونج كانت كوكا بالباس ده اثبت انه لعيب عنده كوره عاليه جدا. على فكره كوكا من سنتين السنه اللي قبل اللي فاتت قدام امبي عمل لونج باس، كان بيلعب ساعتها باك ليفت، عمل لونج باس لحسين الشحات واداه لانفراد وجاب جون ساعتها من سنتين مع موسيماني، كان هو ساعتها بيلعب باك ليفت، عمل لونج باس بثرو باس كان تقريبا في اول ثلث ساعه في الماتش راح بيها وسجلها طول حسين الشحات، فواضح ان هو راجل عنده الموهبه دي. وفي نقطه كمان غير الحته الدفاعيه اللي اتكلم عنها الشناوي ان هو بيظهر لزمايله. انا امبارح في اكتر من لقطه الكره ناحيه الشمال مع معلول بيقرب مع معلول يسند معاه، ياخد الكره ويروح لهاني يسند معاه، هو اللعيب
اللي بياخد الكره من نص الملعب وبيطلع بيها للثلث الهجومي، لان كده كده امام عاشور هو لعيب موجود بيقفل مساحات، هو دايما بيستغل المساحه اللي في ظهر نص ملعب الخصم عشان يستلم فيها الكره ويروح. دي طبعا تعليمات من كولر. ديانج لعيب دايما بيضغط وبيطارد الكره. كوكا عنده دور انه يطلع بالكره من نص الملعب وبيستلم وسط 2 3 ومش خايف. طبعا راجل عنده شخصيه، لعيب كورته حلوه، بيستلم تحت ضغط وكمان بيغطي المساحات كويس. فاحنا هنا بنتكلم على لعيب مع مروان عطيه بيدي عمق كبير جدا لقائمه الاهلي السنه دي بصراحه يعني. هو السؤال